حمومة المعدة كيف تنتقل للأشخاص؟ بطريقين رئيسيين، إما عن طريق شخص مصاب وراح نقول كيف، أو عن طريق طعام ما هو نظيف. الطعام اللي ما هو نظيف مثلا الخضرة، أهم شيء طبعا الخضروات إذا ما نظفت بشكل صحيح تكون مصدر. تنظيفها سهل جدا، طاسة عبيها موية، حط فيها فنجان شاي خل تفاح، حط الخضروات فيها 5 دقائق، نقعها فيها، بعدين نطلع الخضروات نغير الموية نطهرها وناكل الخضروات خلصنا. أو طعام من مطعم ما هو نظيف ولا آخره، فدائما أكل البيت مهم جدا. هذه أول نقطة. النقطة الثانية الشخص المصاب، إذا واحد شخص مصاب الله يكرمك عنده جثومة معدة وراح الحمام وغسل بعد البراز كرمك الله وما غسل يده زين وأكلته في نفس الصحن، لأنها تنتقل عن طريق برازه في يده في الصحن وتأكل معه في نفس الصحن. أو هذا الشخص المصاب عن طريق أكرمك الله لعاب، أوكي، هذه مهمة جدا. طبعا اللعاب إنه يصل إلى اللعاب، هذا هو، يعني زي مثلا إنسان متزوج أو مثلا إنسان لا قدر الله يعني بصق في الطعام أو أكلت الطعام شيء زي كذا. طبعا الطريقة الثالثة يمكنها نادرة لكن القيء، لو واحد عنده جثومة معدة ورجع أيضا القيء هذا أو الترجيع هذا ربما ينقل لك جرثومة المعدة. فيما يخص المسابح والسباحة في المسابح، الدراسات حولها متضاربة، ومعظم الظن ومعظم القول بأنها لا تنتقل عبر المسابح. صلى الله يعطينا وياكم الصحة والعافية.